من منا لم يفكر في وظيفة الأحلام التي تحقق له أجراً عالياً يسمح له بأن يعيش حياة مليئة بالرفاهية والسعادة؟ ويبدو أن هذا الأمر ينشأ منذ الطفولة. ولو عدنا برحلة في الذاكرة، ستجد نفسك تتمنى العمل كطبيب أو طيار أو مهندس وحتى رائد فضاء. في هذا التقرير سنقدم لكم أكثر المهن أجراً في العالم بغض النظر عن اختلاف موقعكم الجغرافي. يكتسح اختصاص طبيب التخدير القائمة، ويعد طبيب التخدير من أعلى الأطباء أجراً، حيث يمكن أن تتجاوز رواتبهم السنوية 400 ألف دولار أمريكي، ويقع على عاتقه مسؤوليات كثيرة مثل أعداد المرضى وتجهيزهم للعمليات وتقييم حالة المريض أثناء العملية والعديد من المهمات الأخرى. لهذا تأتي وظيفة التخدير في قائمة أعلى الوظائف أجراً في العالم، كما أنها من أفضل تخصصات الطب البشري. ثانياً، الجراحون. يتصدر الجراحون قائمة المهن ذات الأجور المرتفعة، حيث يصل أجرهم السنوي في بعض الدول إلى أكثر من 250 ألف دولار أمريكي بغض النظر عن اختصاص جراحتهم. ثالثاً، مديرو تكنولوجيا المعلومات. تزداد طلبات هذه المهنة مع تقدم التكنولوجيا، وقد تتراوح رواتبهم بين 120 إلى 250 ألف دولار أمريكي سنوياً. رابعاً، مطورو البرامج. يعد مطورو البرامج ثاني أعلى دخل في قطاع التكنولوجيا، حيث ارتفع الطلب على مهارات مطوري البرامج من قبل العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم مع زيادة متوقعة. والميزة الإضافية هنا هي أنه يمكن للمرء بسهولة التقاط العمل عن بعد في هذه المهنة، وقد يصل دخل مطوري البرامج بين 90 إلى 110 ألاف دولار أمريكي. خامساً، المحامون. وتختلف أجورهم بحسب اختصاصهم، ومنهم من يعملون في شركات كبيرة أو الذين يمتلكون ممارسات خاصة، قد يصل دخلهم إلى أكثر من 90 ألفاً إلى 150 ألف دولار أمريكي سنوياً. أخيراً، مديرو التسويق. وهم مسؤولون عن الترويج للمنتجات والخدمات لمساعدة الشركات والعلامات التجارية على تنمية قاعدة عملائها، ويمكن لمديري التسويق العمل في أي شركة تقريباً، وتتراوح أجورهم بين 80 ألفاً إلى 150 ألف دولار أمريكي سنوياً.